محمد بركات جاب ضربة حرة للنادي الأهلي أحسن من ركنية بكتير. أدي الشروي ده البديل اللي نزل، وأول تسجيلات كابتن طلعت يوسف نزل على حساب أحمد رؤوف اللي خرج للإصابة. تامر دولي راجع بيرجع الحائط البشري. للتليفونات بركات وشديد بشماله، سابها بركات لشديد عشان يعملها وتلف داخل المنطقه. جون الاول الاهلاوي بعد تلت ساعه. قلت لحضراتكم النادي الاهلي كسر انيابه، وشديد عملها البليسنج لفت وراحت على يمين علي فرج. الراجل ما لحقش يشوف علي فرج ليه؟ زحمه اهو. ادي علي فرج واول اهداف النادي الاهلي في الدقيقه كام؟ 20 من انطلاقه الشوط الاول واللقاء. ادي اهو شهيد حطها زحمه دربكه زحمه وعدت الجميع، وعلي فرج طبعا تخدع تخدع الكور دي لا يسال عنها. علي فرج وعملت البنده كمان الاول للنادي الاهلي اهو. ادي الكره على طول مع شديد لعبها وعملت البنده وعدت. علي فرج طبعا قدامه